مناجاة الراغبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليه، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبته فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمته، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابه فقد آذنني حسن ثقتي بثوابه، وإن ألامتني الغفلة عن الاستعداد للقائه فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان. أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بما أؤمنه من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك. وها أنا متعرض لنفحاتي روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. إلهي ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبتني من كرمك فلا تسلب، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما علمته من قبيح فعلي فاغفر. إلهي استشفعت بك إليك واستجرت بك منك، أتيتك طامعا في إحسانك راغبا في امتنانك، مستسقيا وابلا طولك، مستمطرا غمام فضلك، طالبا مرضاتك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رفدك، ملتمسا سني الخيرات من عندك، وافدا إلى حضرتي جمالك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مستكينا لعظمتك وجلالك، فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.